نجا نجم انتر ميامي الأرجنتيني ليونيل ميسي من حدث مروري بعد تجاوز سيارته الإشارة الحمراء أمام تقاطع طريق، ولحسن حظ ميسي فقد انتبه السائقون إلى مركبته، الأمر الذي حال دون تعرضه لحادث حسب ما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية. ووفقا للصحيفة البريطانية فإنه لم يعرف إن كان ميسي هو من كان يقود السيارة، إلا أنه كان من بين الركاب.